بعد قليل. والشيخ هيثم حفظه الله تعالى سيبدأ بأصول الثلاثة، ثم قواعد الأربع، ثم الدروس المهمة، وستكون هناك تفسير سورة الفاتحة والمعوذتين والإخلاص إن شاء الله. واليوم بإذن الله تعالى سيبدأ شرحا بأصول الثلاثة إلى المغرب، ثم المغرب يواصل للعشاء. بعد العشاء ممكن نأخذ بعد الدقائق تقريبا نصف ساعة أو 45، ثم نتوقف بإذن الله تعالى. وغدا في الصباح الباكر الساعة 10، الساعة 10 صباحا ليس 8 كما أعلنا سابقا، يواصل قواعد الأربع، أو إن لم ينتهي بأصول الثلاثة نبدأ بأصول الثلاثة ثم يخلص ويستأنف بقواعد الأربع بإذن الله تعالى إلى الظهر. وفي الظهر إن كان الوقت باقي نزيد بعض الأوقات، ثم نواصل بعد العصر إلى العشاء، وفي الأحد نفس الشيء بإذن الله تعالى. وإن شاء الله غدا سوف يكون هناك غداء للطلاب والطالبات الذين يسكنون بعيد حتى يبقوا في المسجد معنا إن شاء الله. وطريق الشيخ الذي اقترح أو هو طريقه في التدريس إن شاء الله بإذن الله تعالى سيكون هناك ترجمة باللغة السواحلية أثناء الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أحمد الله سبحانه وتعالى جمعنا في هذا المكان، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ ميانزا كواندكم شكور الله سبحانه وتعالى اللي يتقسانيا سيامو كما هي نكمون بالله توفيقية كهيلو. قبل أن نبدأ في الدرس أو في هذه الدورة نريد نتفق على يعني شروط لإقامة هذه الدورة. قبل أتجانزا دورة هي كنا مشرط لازم توفيقياني قبل يكوانزا. الشرط الأول لابد من المواظبة على الحضور في الدورة، يعني لا نقبل أي عذر للغياب. الشرط الأول لازم متواجد لازميشة نكون حضورية كل دورة نارتقبال عذري يمتك تهذرية. الشرط الثاني أن الطالب يتأدب بآداب طالب العلم. الشرط الثالث يكون بمنافونزي أجل لازميشة نآداب وزا منافونز. يعني ما يمكن استخدام الجهاز الجوال، يعني هيتو روسي وكتمي سيمو. أي طالب يستعمل الجهاز الجوال المحمول سيسحب منه إن شاء الله. لا خليها هذا للتسجيل ما في إشكال. طيب، فنحن يعني الآن في مجلس علم، لا يليق بالطالب أنه في الدرس يخرج الجوال أو يتكلم مع زميله. نعم. يعني كوفو بهيتو روسي وكتمي سيمو أو كتمي كوزنغمزا نمنزاكي كوني دورة. أو يمد رجليه، لا ما يليق هذا بالطالب العلم. أو كوني شاميغو. جبريل عليه الصلاة والسلام. جبريل عليه السلام كيف جلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يعرف؟ مد رجليه. جلس جلسة المتعلم المتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الحقيقة متعلم لكن سماه النبي صلى الله عليه وسلم معلم. شيخ سمع جبريل في بلبكاء وقات ميل يمتوم صلى الله عليه وسلم. سمع جبريل مكاء كاو شا منافونجي من يدام نا جبكوا جبريل مكوجا وصغهي أو صرهي إلا جبريل mtume mwenyewe amesema kwamba ni mwalimu wale, kwa hivyo hakunyosha maguu ila amekunja maguu yake. Hata alkitaba fi ddars yani mamnua, la nurid ahad yaktub fi ddars. Ah,
hata kuandika tunsit wa tahfaz, hata kuandika pia iruhusiwi, ni ukae usikilize uhifadhi. فانتبه معي, اغلق الكتاب الجوال, كن يعني معي ونحن نراجع ان شاء الله ونحفظ. اصلا هذه الدروس يعني دروس بسيطه سهله ان شاء الله. نعم. طيب تفنج كتاب سكيليزه كمكنيفو تحضريش ميويتو ندرس هذه ان شاء الله ستكون درس يبس خفيف. نعم. الشرط الثالث عندنا حفظ هذه المتون, حفظ هذه المتون مهم جدا والله. الشرط يا تاتو حفاظ هذه المتون ambazo utakazo fundishwa hapa. فطالب العلم لابد يرجع للعلماء في طلب العلم. من يكتفوت علم لازم ارجيك مع علماء جو يكتفوت علم. خلي هذا لا يشوش علينا الان. نعم. فطالب العلم لابد يرجع الى العلماء في طلب العلم. نعم. وإذا من يكتفوت علم لازم ارجيك مع علماء جو يجامب ولا كتفوت علم. والعلماء رحمهم الله تعالى ارشد الطالب الى حفظ المتون المهمه. نما علماء وميلكيزا نكوونغوزا wanafunzi juu ya kuhifadhi hizi mutuni ambazo ni muhimu zaidi. نعم. ومنها هذا المتن المبارك متن الاصول الثلاثه. miongoni mwa mutuni hizi ni matni hii al-usul al-thalatha katika mutuni maulama walizo tuelekeza tuwe nenye kuzihifadhi. فاما ان نتفق او نفترق ماذا تقول عائشة؟ طيب نعم. إما أن نتفق على هذه الشروط أو نفترق. إما توافقيان بشرطه أو تفرقيان. لكن إذا اتفقنا لا نسمح والله لأحد إخراج الجوال يعبث يتكلم يمد رجليه لا يتأدب بأداب طالب العلم يؤدب. لكن توافقيان طيب lazima mwanafunzi ajilazimishe na adabu hizi na hatutomruhusu na yote atakaenda kinyume atafundishwa adabu. La yaliq hadha bi majalis al-ilm, mumkin yaliq hadha bi as-suq, yani ay ahad yatakallam ay ahad yanzur fi al-jawal yattaki yal'ab, amma fi majalis al-ilm لا يليق هذا. جبريل عليه السلام قلنا جلس جلسة المتأدب المتعلم وأنصت لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الجن في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فلما حضروه قالوا أنصتوا. جبريل عليه الصلاة والسلام قبل هذا بسمى من نهاية أو من بهاية هاي لنغاني نا ملفونزي كوني فيكاو فايليمو لابد سيمو نجيني يعني كوكا كتزي أسيمو أو كنيوشا مغو أو كويجيميا. سمى جبريل عليه الصلاة والسلام alikaa kikao kama tulivyotaja kikao cha mwanafunzi, na vile vile majini walipohudhuria kusoma kwa mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa ni wenye kunyamaza. Naam. Nabda bidirasat matn thalathat usul, tutaanza na matni ya thalathat al-usul. Qabla an nabda bidirasat hadha al-matn nas'al as'ila khamsa, kabla hatujaanza tutauliza maswali matano. As-su'al al-awwal, swali la kwanza, limadha nadrus at-tauhid, law qala lak qa'il limadha nadrus at-tauhid, kwa nini twasoma tauhid, law umeulizwa au azikazungumza mwenye kusema kwa nini tunasoma tauhid. Man ya'rif? Naam. Khuliqna linuwahhid Allah, tumeumbwa ili tumpokeshe Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yaqbal Allah subhanahu wa ta'ala ay ibada illa bitawhid, wala Allah hatakabali ibada yote isipokuwa na tauhid. La yadkhul aljanna illa muwahhid, haingii peponi illa yule ambaye ni muwahhid. Da'wat al-anbiya wa ar-rusul alayhim as-salatu was-salam, ndio da'wa ya mitume. Istiqrar al-amn, kupatikana amani kwa tauhid. Al-hidayah, pata hidayah tauhid. Tumanina, halawat al-iman, utulivu na ladha ya iman. Sabab
لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم سباب يكبات شفاعة يمتوم صلى الله عليه وسلم تكثير الحسنات وكثيريشا كباتا أو كتند مزوري تكفير السيئات وفتوى مذامي والله نحن بحاجة إلى التوحيد أكثر من حاجتنا إلى الطعام والشراب سما كيابا قوجينا لالله قم بتنا إتاج توحيد زيد كلكو قو إتاج تقولا نبنيوان حتى لا نقع في الشرك إيلي تسينجيه قدك الشرك ثم لو يسألك سائل ثم لو تنجيوليزا وقوليزا من يقوليزا وجاءنا ما مشكلة أنت محامي لا تتكلم يا أخي لا تتكلم هو يتكلم أنت لا محامي أيضا دعوه يتكلم الآن لو يسأل سائل موحد أنت موحد تقول موحد نعم تقول زمتو كولي زمو جاء بجيه ويني موحد تسيما ديو تسيما ني موحد مشرك تقول أعوذ بالله أنا لست مو مشرك نعم يه مشرك تسيما أعوذ بالله ميمي سي مشرك طيب ما هو التوحيد يه نيبي توحيد أنت تقول أنك موحد ويو أسيما موحد نعم ديو ما هو التوحيد توحيد النيني إذا عرف التوحيد بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هذا معناه أنه موحد أكيد إليزي توحيدي كما اللي ببكي ونمتومي صلى الله عليه وسلم أتكوني موحد وإذا قال أنا لا أعرف ما هو التوحيد لكن أكسيما ميمي سيجيه بتوحيد أو توحيد معناه كنين إذا هذا معناه أن هذه الشهادة هي شهادة زور يتكوه شهيدي وشهيدي ورنغو ثم سألنا هل أنت مشرك؟ كيف تكمولي زوج وين مشرك؟ يقول أعوذ بالله أنا لست بمشرك سمع أعوذ بالله ميسي مشرك طيب ما هو الشرك؟ نيبي شرك الذي حرم الله عليك ما هو الله أمي حرمشا وتبرأ منه نوجي يكمالنا شرك يقول لا أدري سمع سجوي لا أدري ما هو الشرك فهم شرك النين لكن أنا لست بمشرك لكن ميمي سي مشرك طيب لعلك واقع في الشرك الأكبر وأنت لا تدري وين أوكا إنجيا كتك الشرك كوبا بلا كتجوا إذن أوجب الواجبات وأول الواجبات تعلم التوحيد طيب وجام وامالو للواجب زيدي نكوبا زيدي يعني مهم زيدي نكوجوا توحيد إذن هذا هو السؤال الأول هي السؤال الأكوانزي قبل الدراسة لماذا ندرس التوحيد قبل أتجاهز بصومة قوانيني طيصومة توحيد السؤال الثاني سؤال يبيل لماذا اخترنا دراسة هذا المتن متن ثلاثة أصول قوانيني تمتجوه بصومة رسالة هي ثلاثة الأصول هناك كتب كثيرة مؤلف التوحيد لماذا اخترنا دراسة هذا المتن هنا كتاب فينجي بالتوحيد قوانيني تمتجوه كتاب هيك من يعرف لماذا ندرس هذا المتن نعم لأننا طلاب نعم كونين تنسوما أو تصوما رسالة هي وسباب سيسين ونفوز الطالب ليس له أن يقدم أو يؤخر أو يلغي أو يدرس ما شاء من الكتب لا mwanafunzi hana haki kwamba achague au aakhirishe au atangulize anachotaka kwenye vitabu la bud min arrujuu ila alulama arrabaniin lazima kurejea kwa maulama wakubwa maarufin arrabaniin hadha arada an yadrus atib mathalan tib alasnan mathalan kwa mfano huyo ataka kujifundisha tiba ya meno madha yasna atafanya nini يأخذ بعض الكتب يقرأ فيها فتتكوى بعض الكتاب ونقصوما من الكتاب فيه ثم يستأجر مكان كيشا قديش مهال يكا ويكتب عليه طبيب أسنان ويعمل في الطب أنيك بانغو قوما ميمي نتيب أو دكتاري ومينو يصح هذا؟ لا تفا لا
لابد يرجع إلى أهل الاختصاص لازم أرجعي كوالي وين يفنيه أو وين اختصاصي يا فنيه ماذا أقرأ كيف أدرس نعم نسومنيني نا كتوغاني تكسوما وبعد هذا يتخصص ثم بعد هذا يطبق بعد هذا بساسا دوتا تخصص إلى مادة وإلى فني ألاف دوتا أنزقو وفاني لكاز إذن طالب العلم لابد أن يسير على الطريق الذي خط لنا العلماء فإذا منفونزي لازم أفوات إلى نجي أمام علماء ومتوليكيزا نكتونش إذن أول ما يبدأ به الطالب التوحيد فإذا جنب الأقوانز أنا لو أنزل قصومة منفونزي للتوحيد وأول ما يبدأ به الطالب متن ثلاثة أصول نبي لبيلي كتاب الأقوانز أنا لو أنزل قصومة منفونزي ثلاثة الأصول السؤال الثالث سؤال لتاتو ما هي الأصول الثلاثة باختصار نزيبي هذه أصول تاتو وفوق من يعرف ما هي الأصول الثلاثة باختصار نعم هي أسئلة القبر الله يفتح عليك نعم اليوم سؤالي يا كوليزو كابورين السؤال الرابع سؤالي لأن ما الثمرة ما الفائدة من دراسة هذا المتن فإذا قال إنه باتيكانا قصوما متنه من يعرف الفائدة أننا إذا تعلمنا الأصول الثلاثة فإذا استقضوا باتيكانا قصوما إذا أصول الثلاثة ثم عملنا بها كيشا تكيتوميا ثم دعونا إليها كيشا تكالينغانيا يوهيلو وصبرنا ناتكفوميليا على العلم يو يعلم ثم على العمل يو كيشا تكتندا ثم على الدعوة كيشا تكالينغانيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر وإذن الله سبحانه وتعالى تتجيب أسئلة زقبرين تكفي هذه الثمرة يتوشى فايدهيو نعم تكفي نعم يتوشى السؤال الخامس سؤال الثاني أي كتاب تقتنيه إذا أهدي إليك كتاب ماذا تصنع في هذا الكتاب كتاب تشوت أمباتو ونتوليتيوه ونكفنانين تقرأ الكتاب بأكمله وكسوما كتاب كزيما وإذا لم تستطع أقل شيء تقرأ في الكتاب مقدمة الكتاب وفارسة الكتاب نيكيوه توزا وكسوما وقوشاتك أبيسا وصوما مقدمة وتنغليزنا مشوا كتاب أو فهرس كتاب إذن ما هي نصيحة العلماء عند اقتناء الكتب طيب ونصحة جاني يا علماء جو يا كتل يوم مهم أو كفايديك كون كتاب تقرأ الكتاب بأكمله نكسوم كتاب كزيمة إذا لم تستطع تقرأ المقدمة والفهرس إكيو هاويزو كسوم سوم وتنغليزي وكتاب نيل فهرس كتاب مقدمة الكتاب إذا عندما تقرأ المقدمة تعرف مصطلح المؤلف والغرض من التأليف وكسوما مقدمة وتباتا كجوا لنغو لا يلي مناتشوني لتوكي أنديكا نمبانجليواكي وكو أنديكا كل كتاب وبالفهرس تعرف محتوى الكتاب نا فهرس كسوما كون فهرس وتباتا كتاب كما ببانين دنيا فإذا أردنا أن نفهرس أو نعرف محتوى هذا المتن المبارك متن الأصول الثلاثة tukitaka kujua kilichobeba au madhumuni na yaliomo kwenye kitabu hiki au risala hii mubaraka fa huwa yahtawi ala aqsam khamsa ina vigawanyo au imebeba mambo matano au vigawanyo vitano almasail alarba masail manne walmasail athalatha na masail matatu walimadha nadrus atawhid na kwa nini tunaisoma tauhid وشرح الأصول الثلاثة نا شرح يا أصول الثلاثة والخاتمة نا مشي وكتاب المسائل الأربع مسائل من والمسائل الثلاثة مسائل متات لماذا ندرس التوحيد ونين تيسوم التوحيد شرح الأصول الثلاثة شرح يا أصول تات ثم الخاتمة نا مشي وكتاب من يعيد لي هذه الأقسام الخمسة ها أخوان بسم الله وانت واقف احسن مسائل الاربع اصبر ترجم مسائل الاربع مسائل بتات كونين نسوم التوحيد شرح الاصول الثلاثه شرح يا اصول الثلاثه نومشي وكتاب الله يفتح عليك ومن يذكر لي الاسئله الخمسه
nani atakayenitajia zile asila tano? Qulna qabla an nabda fi ad-dars nasal asila khamsa, tulisema kabla hatujaanza darsa au kitabu tutauliza maswali matano yakaulizwa. As-su'al al-awwal, swali la kwanza, ma huwa limadha nadrus at-tauhid, kwa nini tunaisoma tauhid? As-su'al ath-thani, swali la pili, limadha ikhtarna dirasat hadha al-matn thalathat usul, kwa nini tumechagua kusoma matni ya hiyo thalathat al-usul? As-su'al ath-thalith, swali la tatu, ma huwa ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ نزيبي أصول الثلاثة كوفوت. أسئلة القبر. مسألة يا قبرين أو مسؤال يا كوليزو أمتو قبرين. السؤال الرابع. سؤال الأنة. من يعرف؟ يا إخوانا نعم. ما هي الفائدة أو الثمرة التي نجنيها من دراسة الأصول؟ يعني إن يكفتكانا وكسوما إذا أصول الثلاثة. الخامس. يتانو. محتوى الكتاب، فهرسة الكتاب. كتابه كم مبنيه، كم ملته كتابه، نيابي أكويا تزامه أنا أكويا سومه. وقلنا يحتوي هذا الكتاب على أقسام خمسة. قسمة كتابه هيكي كم بيبا مامو متانو أو في جوانيو فيتانو. من يذكر لي هذه الأقسام الخمسة؟ محتوى الكتاب. نعم. هذا الأصول الثلاثة، هي أصول ثلاثة اثنين. المسائل الأربع. مسائل من؟ المسائل الثلاثة. مسائل متات. لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا ندرس التوحيد؟ قوانين رسوم التوحيد. شرح الأصول الثلاثة. شريعة أصول تات. الخاتم. الخاتمة مش وكتاب. نعم. طيب. ما هو الدرس الأول؟ نيبي درس يا كوانز. أقسام خمسة قلنا، إذا الدرس الأول ما هو؟ ها؟ درس يا كوانز نيبي. المسائل الأربع. إذا الدرس الأول في المسائل الأربع. نعم. درس يا كوانز كديك مسائل الأربع. ليو تانزانا. نعم. المسائل الأربع ما هي؟ مسائل من نياب هو رجمع. طيب نعم، المسائل الأربع جمعت في سورة العصر. نعم، مسائل من يمكسان وني سورة العصر. المسألة الأولى العلم. مسألة يكوانزا نعلم. نعم. المسألة الثانية أن الإنسان إذا تعلم لابد يعمل. مسألة بيلي وما بين آدم أكش سوما نلزيما أفني كازي أو أتومي يالي ألي سوما. وإذا تعلم لابد يدعو. نا كسوما لزيما ألي. وإذا دعا لابد له من الصبر أولا على العلم ثم على العمل ثم على الدعوة. Na akishalingania lazima awe na subra kwenye ulinganizi wake. Lazima mwanzo elimu, kisha amal, alafu da'wa na subra. Naam. Ma dalil ala al-masail al-arba? Ma huwa ad-dalil? Nipi dalili ya haa masail manna? Ma huwa ad-dalil ala al-masail al-arba? Al-ilm wal-amal wal-da'wa wal-sabr. Nipi dalili ya hizi masail inne? Ilmu na amal kutumia na da'wa na kuwa na subra. Naam. Surat al-Asr. Ni Surat al-Asr. Naam. Wallah subhanahu wa ta'ala akhbarana fi hadhihi as-surah anna kull insan fa huwa khasir. Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia ndani ya sura hii kwamba mwana kila mwanadamu yuko kwenye khasara. Wastathna min al-khasirin alladhina amanu 'ilm. Na akatoa badili au badi wale watu ambao hawakupata khasara ni wale walioamini na wakatenda kazi. Wa amal wa da'wa wa sabr. Wakawa ni wenye kusoma na kuamini na kufanya amali na da'wa kisha
kuwa subra. Yuqassim al-ulama rahimahum Allah ta'ala as-sabr ila thalathati aqsam. Ma'lama wanagawanya sabri kwa vigawanyo vitatu. Sabrun ala ta'ati Allah hatta tuadda. Kuwa subra juu ya ta'a ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka utekeleze. Wasabr an ma'siyati Allah hatta tushtanab. Na kuwa na subra kwenye maasi mpaka ujieke mbali nayo. Wasabr ala aqdari Allah ma yuqaddir Allah subhanahu wa ta'ala ala al-abd marad au faqr au ibtila. Naam. Na kuwa na subra katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu mkadiria mja, ni ugonjwa, ni mitihani mbalimbali, uwe na subra na mambo kama haya. Naam. Wa dhakar qawla al-Imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Na ametaja qawla Imam al-Shafi'i Allah amraham. أن هذه السورة تكفي في قيام الحجة على الخلق أن يتعلموا ويعملوا ويدعوا ويصبروا. سيماكم بسورة هي يتوشى وسمامش حجة كفيومة كومبا وصومة نواتندكازي نوفن يدعوا نوانا صبرا. نعم. والبخاري رحمه الله تعالى بوب وقال باب العلم قبل القول والعمل. إمام البخاري رحمه الله تعالى أميكم لانكم زيما كن كتاب شاكي akawita mlango ambao unaonesha elimu kabla ya kusema na kabla ya kutenda kazi. Fala bud qabla an na'mal nata'allam awwal. Kwa hivyo lazima kabla hatujatenda tusome kwanza. Lianna alladhi ya'mal bila ilm fi shabah bin nasara. Kwa sababu yule ambaye anefanya kazi au anafanya amali bila elimu kuna kujifananisha na wanasara. Walladhi yata'allam wa la ya'mal fi shabah bil yahud. Na yule ambaye anayekuwa na elimu ila haitumii elimu ile kuna kufananishwa na Mayahudi. Naam. Hadha huwa ad-dars al-awwal. Hiyo ndio darsa ya kwanza ambayo inazungumzia masail al-arba. Naam. Man yadhkur li madha yani dhakarna fi hadha ad-dars al-awwal. Nani atakayezungumzia yale ambayo yalizungumzwa kwenye darsa hii? Naam. برفع الاصبع. نعم. تقف. اخذنا يقول المسائل الاربع. ترجم. tumezungumzia hizi masail nne. ajibu ndugu yetu. jambo la kwanza ni elimu. المسألة الاولى هي العلم وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الاسلام بالادلة. Masala kwanza ni elimu na muallifu ameonyesha kwamba ilmu ni ilmu ya kumjua Allah na kumjua mtume na vile vile kufahamu Uislamu kwa dalili. Naam. Almas'ala athaniya al-insan idha ta'allam la bud ya'mal. Masala ya pili mwanadamu ukishasoma ni utendekazi yale uliyosoma. Naam. Athalitha. Masala ya nne ni kulingania kwa lile ambalo ulo nifahamu au ulolijua. Arabia sabr. Masala ya nne ni kuwa na subra kwenye da'wa. Yasbir ala madha? Fakat fakat yasbir ala da'wa. Yasbir ala al-ilm wal-amal wal-da'wa. Naam. Ni subra, ni awe na subra kwenye kusoma, na subra kwenye kutenda kazi, na vile vile subra kwenye kulingania. Udhakarna aqsama as-sabr thalatha. Naam. Tumetaja vigawanyo vya sabri vya subra vigawanyo vitatu. Sabrun ala la awwalan as-sabr ala ta'ati Allah. Ya kwanza ni kuwa na subra juu ya ta'a ya Allah mpaka utekeleze zile ibada. Athani as-sabr an ma'siyati Allah. Ya pili ni kuwa na subra juu ya maasi ya Allah bimaana hata uweze kujiepusha. Wa thalith as-sabr ala aqdari Allah. Na tatu ni kuwa na subra juu ya qadari za Allah aliyokadiria. Tayib, ana atruk lakum al-an taqriban 10 daqaiq تراجعوا فيها ما أخذنا وتكتبوا بينكم تجتمعوا الآن دون يعني أن تجعلوا حظ للشيطان أو كلام عن الدنيا فعشر دقائق الآن تكتبوا فيها ثم نعيد الدرس. 15 دقيقة ما في مشكلة. نعم. لا 5 دقائق مو 10. ها 5 دقائق. طيب سما دكتان وشيخ أتطو دكتان وإلي ينبيا تقوانديك ونقول يالي اليوسوميشو أنديك وزاو شركيانا
bora msimpe shetani nasib ya mazungumzo ya kidunia. Naam, wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala sahbihi wasallam.